مئات الناس تجمعوا بباريس لدعم مشروع زواج المثليين وحقوق الطفل، وعلى الرغم من أنه مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون اللي من شأنه السماح بهالنوع من الزواج وأعطى المثليين الحق بالتبني، إلا أنه برأي المتظاهرين بعد ما في مساواة تامة بين كل المواطنين. طلق موسم المزادات العلنية بدار كريستيز مع بيع لوحة لموني بمبلغ 43.8 مليون دولار. هاللوحة يلي بتعود لعام 1905 كان من المتوقع أن تنباع بين 30 وال 50 مليون دولار. كما تم بيع لوحة تانية لروسي كاندنسكي بمبلغ 23 مليون دولار. يبدو أنه أصداء الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد عم تتفاعل، وخصوصا بكينيا حيث هالوالدية اللي أنجبت توأم يوم الانتخابات قررت أنها تسميهم باراك وميت، إشارة إلى أنه اسم باراك يعني المبارك. العرض الأكثر إثارة يلي بيصير كل سنة بنيويورك لا شك أنه عرض فيكتوريا سيكريت. جولة سريعة عملت بالكواليس والكاميرا تنقلت بين أجمل العارضات يلي عم تتحضر بكل حماس. السنة رح يكون في إطلالة بالعرض لريانا، جاستن بيبر وبرونو مارس.